هلا ابو الوفا حبيبي، شو اخبارك؟ كيف صح؟ هلا هلا، انت عايش؟ هلا حبيبي حبيبي حبيبي. هداك اليوم عم بتقول لي انت على الوجبات اللي بتعطيها للموظفين تبعونك وكذا وهاي. في واحد صاحبي عامل مطعم جديد هيك سندويشات وكذا طب اذا بعطينا اسعار منيحه ليش لا؟ منيحه واكله كيف؟ والله ممتاز حياتك، مبارح جربناها. هلا هو خلي استنى، خلينا نحطه معنا كونفرنس على الخط. هو معنا يعني؟ هلا بحطه ثاني. اوكي. انت كيفك؟ كويس الحمد لله. شو اخبارك محمد؟ تمام. هلا حبيبي. في معي خالد على الخط صديقي. بس بدنا نحكي له شو، لانه هو ببيع وجبات، يعني ما ببيع، بيشتري وجبات للشغيله تبعتهم وكذا فبس بدي خالد، هاي معنا محمد صديقي. مرحبا محمد. اهين. كيفك؟ والله حديدي. حبيبي يا حمودة، بحكي لي مدفعي، لأنه إحنا عنا يعني شغيلة ومنشتري لهم كل يوم حوالي 30 وجبة. شو الوجبات اللي يعني يعني شو أنت مثلا عندك؟ أنا في عندي وزدات، في عندي ويسي سندويسات مسحد داز الزودة، في عندي تد هذا شوي 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 مسحد مسحب إيش؟ دزاز مسحد وكده دزاز. مش مفهمني يا زلمة الشاب، كيف انا بس مفهمت؟ ما في، انا ما بضيط في سندويشات، بس في عندي وجبات. انا عندك مش فاهم، عندك شو؟ في وجبات. انت بدك فوت لي على الوجبات، فوت لي على الوجبات. طيب شو عندك وجبات؟ انت بدك وجبات ولا سندويشات؟ يا زلمه هلا ما بنشوف السعر هاي وسعر، نشوف يعني هلا عنده مثلا تشكيله مشكله حمود، يعني هلا انا عندي شغيله بدي اطعميهم 7 ايام بالاسبوع كل يوم نفس الشغله، بدي اشوف هيك وهيك. طيب احكي لي الوجبات. يعني احنا مشكل حمود، يعني مع ايش بيجوا الوجبات؟ في بيزا مع تد مع بيونيز وبالدضاضة في ستيك. لحظة استنى شوي، احكي من اول. في تستعجلش محمد؟ حبيبي شف. حبيبي تستعجلش، احكي على راحتك. مش عثمان مفكر مقلب انت؟ لا عن جد عم بحكي زلمي. لا انا ما فاهم، لا الشاب هو مستعجل حمودة، هو مستعجل. طيب في تد الزجاج، كبدة الدجاج. بعده وفي كد بالمونينيز وزائد الدضاضة. بالايش؟ بالمونينيز وزائد الدضاضة. بالمونينيز؟ وزائد الضضاضة. كباب يا زلمة، كباب. يلا كباب. يلا ايوه كمل يا حمودي كمل. في كباب بالمايونيز يا زلمة. كباب بالمايونيز. في ستيك دس مع ماسيون زائد مازوريا زائد دضاضة. هاي عرفتها؟ البضاضة برنج برايز ولا عادي؟ يا انزين زايز. طيب كمل. في تشيكن فاهيتا زائد دضاضة. تشيكن فاهيتا مع بطاطا، شو قديش سعرها هاي؟ هاي سعرها دينارين و60. قديش؟ لا حمودة بدك تعمل معها يعني عدم انا مش فايت اخذ منك فاهم، مش فايت تاخذ يعني سندويش و2 سندويشتين، انت بدك تاخذ كثير بس ايش؟ يعني ما يعطوني 60 يعني قديش بدي انزلك سعر؟ قديش انت بدك تاخذ طرادية؟ يعني 30، قلت لك 30 وجبة. 30 وجبة؟ بنت استان 30 وجبة بس؟ شركة اسكان مش بنك اسكان. شركة انسان. مش فاهم عليك. شركة اسكان عم بيقول لك، ما بقول شركة اسكان و30 وجبة بس؟ لا لا يعني وشو قاعد انا ببلي برج العرب قاعد يعني قديش بدك وجبة انت مثلا عشان تنزل السعر؟ يعني كم الوجبة بدك؟ 100 وجبة؟ هذا لو اني نازل على انتخابات. يا ما هو انتخابات غير. محمد عم تسمعني؟ يا زلمة احكي لي شو عندك وجبات، هو بنقي علقنا على 260. ما هو يعيد، انا لسه بدي احكيه لسه في عنده. انا علقت يا محمد؟ ما هو لسه في عنده. وانت اللي قاعد بتقول لي بس 30. طب ما هو في عندي لسه نونيو بدي احكيها، شو في عندي؟ احكي. في عندي فرنسكوش زائد صدر مدطع مساوي بيمونينيز. حلو هذا. كمان مرة اخوي. فرنسكوش. محمد. عيوني. كمان مرة شو اللي عندك اياه؟ فرنسكوش. فرانسيسكو. أيوة. فرانسيسكو يا خالد. فرانسيسكو. وصدر مقطع مساوي بيمونينيز زائد بطاطا. طيب احكي له لماذا لك قلوب عن بطاطا والزلمه على الخط؟ يا احكي احكي يا حموده اسف انا. في دوغاي داز صودا. شو هو؟ دوغاي برجر. محمد ايش محمد؟ برجر. برجر. شو هي بالله كمان مره؟ دوغاي داز. هذا لازم انا وياك نشتغل مع بعض على المسجات، حكي بزبطش. يس. ده يا زلمه تخوت. لا مش بتخوت يا حمودي، يعني انت فاهم؟ ما انا قاعد بفهم فيت وبحكي شيت. يعني مزبوط، بس انت يعني ما بعرفش يعني صعب هيك. كيف ما بتعرفش؟ ما انا هيني مفهمك، ما انت بتقول عيد. بدل ما انا بقول لك عيد، بقول لك عيد ما بفهمش. طب وفي عندي تمام سيز دادوت مع دضاضة. هاي سهلة، شو هي يا محمد هاي؟ سيز دادوت مع دضاضة. شيش طوق. طب وحياة القرآن لو جبت واحد من المريخ ما بترجمها هاي؟ سيز دادوت مع دضاضة. كيد دادوت مع بطاطا، شو هاي؟ سيز شو هاي؟ شيش يا زلمة عم بقول لك شيش طوق مع بطاطا يا خالد. يا محمد يا زلمة أنت فهمان عليه لأنك ماكل عنده.
يا سيدي. يا وانت يعني بس يعني انت بس فهنان؟ ها لا يا زلمه. اه والله بس انت قاعد بتعيد على تياني وهذا ايش؟ ليش بعيد على كلامه؟ انا والله ما عيبت. لا بس يعني يا انت اللي بتشتغل على انت اللي بترد على التلفونات يا محمد. هو والزباين تطلب مزدود. وفي عندي اذا بدك قهوه في في عندي هيزلنات مع تفنيت. هاي فهمتها هيزلنات مع كوفي ميت. في عندي ذات سينو. ايوه هات لي بالمشروبات يا محمد. مش مشكله مو سهل. بس من خصيات بالسندويشات. طيب بس انت قل له بس انت بدي اياها تحكي له شو عندك يا اخي انواع وكذا وجبات واعطيه سعر عليها وخلصنا. طب وفي عندي 8 سكند جيس. خذ يا محمد ماكل عنده. يلا فسر. يا سيد شوف بس. لا ما هو عشان انت محمد تزعلش مني. شوف محمد تيس ما تزعلش منك وانت يا عمي ما تزعل هذا بس انت يعني تيس يعني تيس انت ما يعني هو لا بقول لك هو قصده كيف انت طلعت معه تيس انت يا زلمه. يعني تيس انت قاعد تغلط فيه. لا فكرتك بالسبسب قاعد بس اسد. انا دا بحتيت عن الوجدات وعن السندوسات وعن السكريات. في عندي 8 مسحت بمزايا. وفي صنونه مع كسكسوان. شو هي؟ صنونه مع كسكسوان. سنيوره مع كشكوان. ايوه انت قلت لي بتاخذ الاوردرات. ايوه انا عن انا باخذ المطعم زي ما انا شايفك زي ما انا سامعك راح اسكر. يس راح اسكر. بتقرا المنيو للزباين هيك؟ بدي المنيو وبدي اي شيء وباخذ الاوردرات. انت لازم قارئ اخبار. داي اخضاي؟ انت لازم مذيع تقرا اخبار. يعني عندك شغلات قاعد بتضيفها للغه كبيره. ايش يعني من يعني انت لازم قارئ اخبار على قناه عالميه، انت بدك تنقي قناه عالميه وتقدم لها. هسا احنا بدناش نطلع من الموضوع، بدنا نحكي على خالد. عم بحكي عن جد، اي وجبه بده يحسب لك اياها بلا هالقصه هاي. هي قديش؟ هي والكوكتيل البطاطا. يعني ليره ونص ليرتين منيح خالد؟ اذا هيك ليرتين. يا 22 ديس بتنعسى. قديش؟ يا 22 هذا نزل 4 ليرات يا حموده. لا ليرتين و20. ليرتين و20 4 ليرات بس بيشرح. ليرتين و20؟ نعم كامل مع الضريبه كله. كامل وبتجيب لي البضاضه. طب انت يا لو سمحت. انت قبل شوي حكيت دضاضه ما دضاضه يعني قاعد تنسخي فيا داعب انت. يا زلمه ليش بتمسخر؟ ما انت قاعد بتدوي دضاضه ما دضاضه. يا زلمه هو هذا خالد هو هيك دائما بمزح وكذا. لا مش بتمسخر يا زلمه. بمزح. يا نزح يعني هذا. مثل الخير والبركه يا دضاضه. والله انت خايد ولا دضاضه؟ انا ايش؟ انت خايد ولا دضاضه؟ الخير والبركه عم بقول لك خير والبركه. الخير طب بقول لي. يعني بليرتين و20 هلا بليرتين و20 ليرتين و20 بتجيب البطاطا الدضاضه والوجده والسندويشه وتويتو وتوصيل الجانب. محمد نعم. اذا فاضي انا بشتري لك الصاج. انا بشتري لك الصاج وبشتري لك قلايه بطاطا. وليش ما تيجي تطبخ بش الورشه من الصبح منه بنتعرف على عليه. لا انتم مطولين بالقصه انا عندي شغل خلص هلا. المهم هاي عندك خذ تليفون سيد خالد. محمد اعطي انا هلا كمان شوي بحكي معك. اسمع شبع الخط. معنا تفضل. الله والله الله والله انك زقرت. يعني انا احكي لك والله انك زقرت واللي يعني انا معلش انك حقك على راسي انا اذا يعني قليت ادبي عليك. شو بس يعني حقه على راسي اذا قليت ادبي عليه بس بيلاقي له شغله صح. يعني خالد هذا الشاب مسكين وانت قاعد يا حمود هلا اقعد اعيط يعني على التلفون يعني عامل لي مهند ونور انت على التلفون انت وياه يعني هلا اقعد اعيط عليه. اوكي مزبوط مسكين على عيني وراسي انا مش قايل اي شيء بس الشاب يعني حط يعني موقع غلط يا حمودة. انا مش مستين يا سيد. نعم سيد خالد انا مش مستين. والله مزح فيك الارض يا خالد. يا معلم انا ما قلت عنك مسكين. لا حديد ما انت حديد مسكين و يا عم انا ما قلت عنك مسكين يا عم كلنا مساكين. هسه اختصار الموضوع محمد انا بشكرك على التليفون ابو حميد لانه كذا بس انت كل يوم انا بعطيك تليفونه ببعث لك يا رساله تليفون خالد. انا كل يوم تليفونه محمد كل يوم. لا انا بخليه كل يوم الصبح يحكيك. لا محمد اسمع مني اسمع خالد اعطيني انا تليفون الشاب ما تعطيش انا بحكي معاه. انا بخليه كل يوم يحكيك الصبح يعني عن يا اوعى محمد. محمد 7:30 الصبح بتاخذ الاوردر تبع الافطار وكذا. محمد اوكي استنى محمد ماشي. استنى تروح شوف محمد سجل ابو حميد 07 ولك يا عم استنى دقيقه يا محمد 9 يا محمد ترد هذا مش تلفوني يا محمد ترى اسمع يا عمي شو اللي ضل يرن يا حمودي شو اللي يا حموده يا محمد لا هو عصب لانه على الخط انا حاطه معي اذا ما عصب انت حاطه وينه؟ في كونفرنس يا زلمه انا ما عندي شغيله انا اسمع محمد عم بحكي معك ابو حميد معنا
ابو محمد انت معاي؟ معاك. انا يا زلمه بشتغلش لا بالاسكرات ولا بشيء. ويا ما احنا يعني قعدنا ساعه ونص واحنا نحكي على تايسون. يا عمي انا شخيل عند واحد بالزمالك. كذاب يا زلمه. بس انا ما عندي مسكن. تليفوناتي طيب انت يعني مش فاهم. خلص هي عندي ادم تايسونك وبين عيب. رقم شو؟ طيب عندك؟ ادم تايسونك. تليفونه. رقم. لا. ايوه خالد صح خالد طب ليش يعني انت ده يشجع ده تضحك طب انت يشجع تضحك يعني لا رقم كمل حق مش هو انا عم بضحك يعني انت قاعد تضحك ايش انت لا انا عم بضحك مش هو يا زلمه يا انت تمنيت تضحك انا يعني انتوا اثنين متفتونه مسخه لا يا لا هو هذا خالد مسخره صوره اعطاك هو لا كم تليفون